تولي نو فسك لي نو مسك تنو يا طفى المسلسل يا بابا اسلامك كنت تقول بي بي وبري ما تقف ما تحال عباد الله لن تنصح بروك تحصل شان الله الا وزنا والرغبة عاشي الا وزنا والرغبة يدرون كي تنمتنيك تنيك تنمسك تنمتني جوال وجن تتراوان اوي اطوال حرات هاي يصين وتجن تتراوان اطوال تنمتنى هاي تشان شبه تنخصون من سكراوي وان كنت عباد الله كنت اوين فراك فين قمام مالي من راه ما تسكر نويتا غي استقلن دين ما تسكر امياء الطريقة دي صبوح كغريات بيت كجان طهري واني ريا غرات بيت غربا ولدين كجان طهرات بيت سود قادو الاثنين مشان وشان مشان طهما جاتني اما كان تعليم المنطقات خاتو جيد الجميع تتظلم القرار تتظلم مش كتابة تظلم راه ذي كان كليت دستور راه ذي كان من القوانين القانون الجنائي رقم 16 القانون الكموني خادو شي جديد عشان يجي نفع في المستقبل ينو ونرطي التهميش ونرطي التعريف ونرطي التجواع ونرطي الاقصى لا تقل ديك نهار قيم هذه رسالة لصرع الراب في المتمركزين تقول لنا ديك الدين شير تتنظر غطور تتنظر نكون إذا ترك الصغط باسم الحركة الثقافية الأمازيغية باسم الحركة التنمية السياسية في الحياة في شرين من سنة شرتين انت هذا الشتوانيين هذا سنين مخزن بوتي لا تدار ترزم يا بغرات ندير لهم تبني قيم لا تقل ديك نهار قيم أسلم ميتين باتين ولا تريدين يخشي في التال غرات هوني الحشا أكلوا لي السود وشراي أكلوا لي السود الموتين أكلوا لي السود ونالا لو كلي السود مش مش نرى من دون نمي السود الموتين لا أغيي في شمال الخوف فض أطور شي اللي ميتيني هاد كلي هاد السيارة اللي صار ماشي اللي دارها داك السيارة هاد نتجاوز الشراي ونتجاوز الموتين نتجاوز القايد لكل يدير في كاطابيت ولياد الفرمان لنا هاد لامز البركة هاد السيارة في كاطابيت في كاطابيت كلي لو كل مخزن رايح الشام هاد صافي هاد تكون تايا يا نيلي صافي اخبار بلاد اظلم سنين اظلم سبع سنين انتباعي اظلم حتي كنت تتلور 16 عام خلاص 4 سنين نرتع عمي ما مشتنات مش سيدة سيال اي حد اي قانون انت تحسسون القانون 16 عام تقول مدرس الحبس خليت بغلاف دمت نسبع العامين غلى الارواح يجب وتفرد الصورة السلطة القضائية السلطة الشرعية السلطة التنفيذية اللي هما الحكومات البرلمان يجب وتفرقهما نيت من ملك الهواء كون السلطة تشتي مرتش السلطة قد قد حكمني التالي قد حكم التالي في الاسلوب الديمقراطي غير محايد وليد وليد لا وين تولى لا وين شاك قد نحكم على حسب التفكير ولكن نرى بما ان الوضعية تقين الله المخزن استعمل شتى الوسائل لقمع متظاهر الحركة الثقافية الامازيغية سواء في استخدام التوجهات الفكرية سواء نسخوا ديت السيارة الهامشين نصحراوي هاد الرسول النضالات اللي ما تير وبالضبط هاد الرسول النضالات اللي تغيغوش تبقات نبدات ضد تبنى الطرح اللي تغيغوش اللي هو يطرح حاجة راسي كاري وانا نكسر فوي تانك قد اهان سخويو هاد الطرح قد اكتعرفتين نشيني غفول انا اختيبين تيبينا لاني طر انا اختيبين تيبينا ويا تلحرام انا ما زيت اختي مخزني ليكا وانت نكمل الكوليش هتنالي وانا وليتني انا بتطلع غطة السابن هتطر نيسا ونكات بس دون ندقوني لبسين شتوريجي حد يقول سوينو الا وفوين يطر يختنا الا وفوين يبقى يختنا في ريشانو مازيك اما انت ما تمشي كل سنة يتوى الله الله نسبي يخزيك ستة انا مازيك اهو ورتكون لما يتوى انت مازيك تمازيك عيشة اما سيقول يرطي تلل اما سيقى حرية سهول اما سيقول يرطي دم الزلو فريق يترزن مخزين اما سيقول اني يرطي التهميش واني يرطي الاقصاء بما انه اسم تنوطد حاجة وين لك تكني مازيك حاجة وين لك تكني تغيغوش نكوني مازيك ما يتغيغوش سيقول سيني اولي يطلح قال راسي كالي قال صغوي قال اني لا ثم لا للسياسه تغادي تستخدم المخزن ده كان مدنو تحيا غيا ولا كان في حد مغالطه انا ديونا نحن لسنا نحن لسنا ديونات نحن لسنا دي مقلبين انا ديغن ولا انا نتضارب وطولا نحن ولاد الحوار مثلين يمت الحوار مثلين يمت نسيت ولا تقلق سلاب سلاب وطيك سماك ايو اني الحوار صغير في الحوار محضر بي وكل كتبيك محضر بي كان هناك تزيان غير البرداية وتا مغير مستجيان تزيان كنا سيدي غير تحمي غرضا المتقاعد السلاب متقاعد السلاب متقاعد السلاب تحية تحية نضالية لكل المعتقلين أمزيغي أعطي دماغ من أجل تحية نضالية لكل المعتقلين الامازيغي اعطي ما من اجل القضيه تحيه لكل شهداء القضيه الامازيغيه ونصور بالذكر نعتز لنيس تيفا و المهم
المهم تحيه نضاليه درت اول ديما درت اول مفهوم الدوله مفهوم الدوله درت ديك ديما ما يتحدد مفهوم الدوله درت تحدد مفهوم الدوله السلطه التشريعيه السلطه التنفيذيه السلطه القضائيه في دو كون اون اي يعني الفرق ديال السلطه الا اتخذ كشن السلطه التشريعيه السلطه التنفيذيه السلطه التنفيذيه السلطه السلطه التشريعيه السلطه القضائيه كشن كلشي خلطوا لنا كل ذا كلشي كلشي السلطات يعني وكلي لسنا في لسنا في لسنا في دولة دولة ضمن تنين وكلي ماشي دولة إلا وكلي اللي هي الحيثيات من اللي هي الميزان ميزان لنا ميغا ميزان لنا قدس الحكومة الأقليات الحكومية الأقليات اللي كتحكمونا تلاديس إلي الشعب يقول الشعب المواطن غيك يقول المواطن اللي تنا أنت ما يتنا وتي تنا زمان يعيش اللي تنا أنت الحكومة اللي تنا أنت الحكومة الحكومة ده تسي ديوان فهم الحكومة انت كم فهم الحكومة ايت يا ديمان انت الدولة الدولة في خدمة المواطنة في خدمة الشعب الدولة كونتر المواطن يعني المواطن اي تيرا اتشل اي اخي اخت انت اي طال الحكومة الشرعية نقول ليك نكون اذا نتدوش الدولة مغور الله وكلي نقول ليك جوزيان يعني بلاد يعني بلاد ميني اتويرات عيش اتويرات غير اتويرات جنكا مازال تشر تعتقال ادير تهنا ولكن كري كطا حرب كالي ونمس قاتل القناة سكرات نيني مهم نيني تموتنا ورنا نفسي وجار الناس نرطو تلل ورنا نرطو اي حاجة اذا نقول يدوسي نقول يدوسي نقول يدوسي نقول يدوسي معتوب لنيس الدولة ليست دائما هي الوطن الوطن وطن للجميع يعني نقول نعيش نعيش كنا نعيش الاقلية الاقلية الحكومية اذا نتسي مفهوم اذا نتسي مفهوم لنا افتح نواه